ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعات، تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من الناس الكل، أنتم في الاستماع لإذاعة الحياة فام، موعد جديد من ريكاب ميدي، نص النهار و12 دقيقة موصلين معكم حتى لساعتين، نرجعوا على آخر المستجدات في البلاد اللي تخص الشأن العام في تونس. تنجموا تسمونا على البوندا فام 90.3 وإلا على الباج فيسبوك متاعنا إذاعة الحياة، وبيان على لايف ستريمينج على سيت ويب متاعنا الحياة فام .net. ترحب بالفريق العامل معي لليوم، أمنا بوخيت في الأخراج التقني الحصة، سيف بولعريس في الديجيتال، معكم سهم حمدي من قدام الميكرو من توا حتى لساعتين في ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعات، تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. شنو يستنى فيكم لليوم في ريكاب ميدي؟ باش نرجعوا على الحدث اليوم، تسريب امتحان الفلسفة في أولى أيام البكالوريا رغم الإجراءات اللي اتخذتهم وزارة التربية، خاصة منع استعمال الهواتف الجوالة. سينا وزادة نحكيه محلي على افتتاح سوق السيارات في معتمدية حاجب العيون اليوم، ونرجعوا على إضراب القضاة والجدل اللي صاير بسبب هذا الإضراب الذي أسال الحبر كثيرا بخصوص السلطة القضائية، قرارات رئيس الجمهورية، قرارات العزل، الجدوى من هذا الإضراب اللي دخلوا فيه لمدة أسبوع قابل للتجديد، وأيضا الملف الأبرز اليوم باش نحكيه على الإصلاحات الكبرى اللي أعلنت عليهم البارح الحكومة التونسية في ندوة صحفية بحضور تقريبا 13 عضو من أو يمثلوا وزراء في حكومة السيدة نجلة بودن. هذا البرنامج اللي تم تقديمه إلى صندوق النقد الدولي، نحكيه على رفع الدعم تدريجيا وكيفاش باش يتم توجيهه الى مستحقيه، كتله الاجور، اصلاح المؤسسات العموميه والانعكاسات في هذا الكل على المواطن. هذا واكثر يستنى فيكم لليوم في ريكاب ميدي حتى لساعتين. مرحبا في الاستماع لاذاعه الحياة فام في ريكاب ميدي، وكالعاده البدايه تكون بالاكتواليتي. اكتواليتي. في الأكتواليتي لليوم نحكي على افتتاح رسمي لسوق السيارات بحاجب العيون، هذيك علاش معنا بالتليفون السيد الأزهر النصري رئيس بلدية حاجب العيون. سي الأزهر عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. أهلا وسهلا، شكرا لمستشفى مستمعي إذاعة الحياة فام ولكافة الفريق العامل ولك أنت. شكرا لك يعيشك سي الأزهر، مشكور طيب. أنت على قبول الدعوة. سي الأزهر، اليوم رسميا يتم افتتاح سوق السيارات، بيع وشراء السيارات في مدينة حاجب العيون أو في معتمدية حاجب العيون، لو كانت تعطينا فكرة على الافتتاح اليوم كيفاش كان؟ الحمد لله على الافتتاح اليوم، اليوم الأربعاء 8/2022 كما هو مبرمج، وتم كما أشرنا سابقا تم إقرار بعض سوق لبيع السيارات المستعملة والجديدة من قبل المجلس البلدي، وبالتشاور مع التجار أبناء البلدة خاصة المشكورين على وقوفهم وقفة كبيرة اليوم تم افتتاح السوق. والحقيقة تفاجأنا بجو طيب وأجواء كما قلت مفعمة بالأمل والتفاؤل بأن السوق هي مش تكون عندها إشعاع ومش تكون عندها تأثير على الدور الاقتصادية في حاجب العيون. يعني النجم يقولوا أنه الافتتاح كان ناجحا، اليوم الافتتاح هكا ولا سي الأزهر؟ والله أنت تعرف أي سوق مش يبدأ يجيد نجم ثم نجم يجيك حرب، نجم يجي حرب معناتها خاصة الأسواق من نوع عزائم، معناتها أسواق استثنائية وبيع الطيارات ما يمسش الناس كله ولا ويمس معناتها البعض، و التجار ما هوش برشا حتى موجودين في كامله، لكن الحمد لله بالوقفه معناتها الوقفه نتاعنا كل وقفه الاعلام وانتوما بصفه خاصه وبعض الجهات الاخرى الاعلاميه وقفت معنا. قداش كان الحضور عندنا بالارقام سي لازر نجم نحكيو قداش من واحد؟ عشرات عشرات سيارات، ما نجموش احنا انطلاقه اليوم كانت عشرات وعشرات سيارات، معناتها ما نجموش نحدوا بالضبط ما حسبناش، لكن العدد محترم
وكانت المساحة المغطاة بالطائرات مساحة محترمة. وبالعكس احنا لأنه حتى كما جاءت الكراب ما تفاجئوش لأنه البداية والبدايات دوما صعبة، لكن والحمد لله البداية اليوم كانت بداية مقبولة، يعني النجم مقبولة. وهذا أكدوا لي حتى التجار معتها، وأشاروا إلى أنه حتى بعض الأسواق في بعض الجهات الأخرى موصلت في المستوى يمكن نوصل سوق حجب اليوم اليوم أنها عندها حتى معناها انتباعات جيدة في اليوم الأول لافتتاح السوق. وفرحة من بطبيعة الحاضرين من أبناء الجهة واللي جاؤوا اليوم من الساحل أو من الأعلام من صبيطة من قصرين في البوديد، وخاصة وأنه المنطقة دي على الطريق الرئيسي هذا ثلاثة في مدخل مدينة حجب العيون موجودة المطاعم موجودة المقاهي يعني ثم إشكاليات يعني قد يجدها الباع والمشتري معناتها اليوم ما توجدش بعض الثغرات بطبيعة في البداية لازم الجوزاء إن شاء الله. شنو مثلا الصعوبات اللي واجهتكم اليوم وباش تعملوا على تجاوز؟ كان باهي يمكن الجو كان باهي ولو معناتها فما الجو باهي معناتها ماشي عملنا لافتات إشارية معناتها التعريف بها واقفين الناس الكل يمكن إن شاء الله خاصة وبرغم هذا فما أجواء نتاع بكالوريا نعرفوا برشا ناس معناتها المطيرات ولا حتى الجو العام اليوم جو امتحانات وجو بكالوريا يمكن زاد يأثر، لكن رغم هذا أقول هذا بشهادة المختصين التجار اللي جاونا وأنا فرحانين لأن السوق هذه راهو فيها معناتها مش مستقبلها سيكون بير وستكون لها أثار اقتصادية أقول زيدا راه وستكون اقتصادية راهي عند أثار به على البلاد راهي متخلي وزي حتى من مليون فما برشا بيع نتاع أنه الجمعة زي يتحقوا حتى اللي بيعوا في الاكسسوار نتاع السيارات والبيع نتاع الأكل المجز والأكل الخفيف وغير ذلك معناتها والبنية وكذا باش يكونوا موجودين معناتها حتى في التصف هذا راهو مشهور في حركة اقتصادية على الجهة وخاصة هو السوق هي السوق الوحيدة في ولاية قيروان وعلى طريق رئيسي هذا ثلاثة مس ولاية قيروان الكل مس كان حجب العيون فقط. وإذا كان اليوم نحكيه على الافتتاح اليوم الافتتاحي لسوق بيع وشراء السيارات الجديدة والمستعملة في حجب العيون واللي البداية متاعه كانت مقبولة كما تقول سي لازر فهذا يرجع إلى الترويج نجاح الترويج لهذا السوق. شنو الخطط اللي حضرتوها كبلدية وكمشرفين على هذه السوق باش تزيدوا تعرفوا به؟ احنا كما اشرت في التأني السلامة احنا السوق هذا كانت فكرة موجودة منذ بداية الثورة لكن بدينا نتحدثوا عليها ونحكيوا عليها باش تبدا خاطر البدايات اذا تبدا بداية متعثرة راهو من بعد صعيب تصلح توا احنا ديما خايفين من البداية واجلنا الموضوع هذا حتى ولو منذ معناتها مدة تم قرار لكن رينا يزال فما وقت مناسب انا وقتاش نبدا هذاك علاش مع الاعلام اللي عاوننا كما اشرت ذكري عاوننا بالبدا وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة حتى البعض عاونونا معناتها في ترويج لهذه السوق معناتها موجود على صفحات الإعلام المرئي معناتها هذا خلى معناتها برشا عباد يطمعوا ويجوا اليوم معناتها وكان تعزيز مهم جدا معناتها باش ينطلق السوق القليل. صار بيوع وشراء اليوم في السوق سي لازر؟ اليوم كان فما بيوع قلنا لكن نحن اليوم ركزنا على اليوم استعراض اكثر من نوع يعني فما عرض فما راهو فما تم انا مش بطبيعه كبدايه مازال معناتها بيع وشراء محتشمه لكن نحن حبينا التجار التعريف معناها بالسوق التعريف به اكثر باش يكون معناتها في الاسابيع القادمه وهذا كيما الاسواق الكل معناتها تبدا ديما صعوبات فما كذا ما يبداش برشا بيع وشراء لكن البيع بطبيعه تبدا شوي بشوي ان شاء الله ان شاء الله هذا عندنا في امل كبير برشا ان شاء الله تكون سي لازر احنا كنا حكينا سابقا على بعض الاشكاليات اللي هي مثلا الطريق اللي تؤدي الى هذه السوق يعني تم تجاوز الاشكاليات ما فماش اشكاليات احنا اليوم على الطريق الرئيسي هذا ثلاثة نستغل في معناتها ديما المخصص معناتها الارصة اللي تابعة البلدية وبعض ان شاء الله معناتها التفاصيل مع حتى مع الخواص لاستغلال بعض معناتها قطعة ارض على جانب الطريق معناتها باش تكون دخول ايسر
واسهل ويكون التحكم فيها خير. هذا يمكن الاشكاليه بسيطه معناتها وان شاء الله تجاوزها مع ان شاء الله. باهي الانتصاب اليوم كان مجاني، الوقت ايش باش يتواصل؟ الانتصاب اللي يقف في السوق هذه معناتها وتولي عندها مردوديه ممتازه واحسن من نحكي على الاستقلال. احنا اليوم في اطار تشجيع ومعناتها تيسير معناتها الدخول والخروج اثرنا وان السوق هذه ستكون مجانيه وتم ذلك. واضح ان شاء الله مبروك. البلدية راهي الغايه نتاعها، الغايه ما هيش ربحيه، البلدية تفوز بشكر العمل اليوم منذ الصباح بداك الموجودين وعلى الخلافات وكانوا موجودين الحواجز كل شيء معناتها تأمين كل الامور اللوجستيه مشكورين عمل البلدية اللي كانوا في الصف الاول هم التجار ابناء البلده ابناء حاج زارون حاج زارون جميل منطقه جميله الحبيبه اللي منطقه فيها كل شيء التجار الحقيقه ابناء البلده كلهم معناتها عندهم يتميزوا معناتها بمعامله ممتازه حتى معروفين على المستوى الوطني. واضح سي لازم هذا عدد محترم معناتها ان شاء الله ان شاء الله مبروك عليكم سي لازم على السوق هذه على حجم العيون على القيروان الكل بالطبيعه على كافه ولايه القيروان. نتمنيه النجاح لهذه السوق اللي باش تكون عندها انعكاسات ايجابيه على حجم العيون وعلى القيروان بشكل عام. نشكرك برشا سي الازهر النصري رئيس بلديه حجب العيون على مدنا بكل هذه التفاصيل بخصوص الافتتاح الرسمي الذي كان مقبول حسب تصريح السيد الازهر في مدينه حجب العيون. احنا نرفع لحضراتكم اذان صلاه الظهر 37 دقيقه. انتم في الاستماع لاذاعه الحياه فهم هذا غيكات ميديو قيت الانترفيو دي جور. انترفيو دي جور معايا في البلاتو سي حمادي البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. مرحبا سي حمادي. مرحبا بك ومرحبا بمستمعي حياة فهم. شكرا ليك. دونك نحكيو على الندوة اللي صارت البارح، حضر فيها تقريبا 13 شخصية من الحكومة بين وزراء وممثلين عن وزراء. نحكيو على البرنامج الإصلاحي اللي تم تقديمه يعني قبل شهرين تقريبا إلى صندوق النقد الدولي، فيه برشا حاجات باش نكتشفوهم اليوم ونتعمق فيهم بتحليل اقتصادي مع السيد رضا شكوندالي الأستاذ في الاقتصاد بالجامعة التونسية. سي رضا شكوندالي مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي القيروان. مرحبا بكم. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوه سيدي ذا شكوندالي. طبعا تبعنا البارح التصريحات والندوه نتاع البرنامج الاصلاحي لهذه الحكومه واللي تم تقديمه الى صندوق النقد الدولي، برشا وزراء برشا تصريحات برشا ارقام البارح تم تقديمها. وخلينا نبداو بالنقطه الاولى اللي هي تمس مباشره خليني نقول المواطن كي نحكيو على الدعم، رفع الدعم او توجيه الدعم الى مستحقيه كما هكا تقول الحكومه في تصريحاتها اللي يخص الاسعار نتاع المواد الغذائيه الاساسيه المحروقات الغاز وغيرها. رفع الدعم او توجيه الدعم سي رضا، هل هو برنامج قابل للتطبيق خاصه وانه يعني والله انا حبيت نعطيكم اشارات ساعة على مستوى البرنامج قبل الدخول في تفاصيل هذه الاصلاحات. وعلى مستوى الشكل شيء جميل أن نرى أعضاء الحكومة في مظهر لائق جدا ويقدموا في البرنامج، كل واحد يقدم فيما يخص الوزارة نتاعه، ولكن أعتقد أن هذه هي العلة اللي قاعدين نعيشوا فيها منذ سنوات، وأنه كل وزير قاعد كانوا في بلد بوحده وقاعد يخدم في الوزارة بوحده وما تحسش فيما تناقص تناغم وتناسق بين التصريحات نتاع الوزراء، وكانه يعني البرنامج هذا هو جمله من الـ يعني البرامج الموجوده في كل وزاره وتجميعها وتقديم برنامج موحد. ما تحسش فما خط كامل واضح فهمتي يدور حوله كل الوزراء. البرنامج هذا هو اعلان نوايا خلينا نقوله صادقة جدا تجاه صندوق النقد الدولي لاستمالته نحو إمضاء اتفاق معه خلال الأشهر المتبقية من هذه السنة. وهذا يعكس فعلا وضعية خانقة للمالية العمومية وحاجة ميزانية الدولة إلى تعبئة الموارد الخارجية بالعملة الصعبة. أعتقد أنه الاستمالة هذه جات متأخرة جدا، وأعتقد أن الحديث عن مفاوضات ممكنة مع الصندوق خلال السنة هذه أعتقد أنه مضيعة الوقت.
ولكن البارحة السيدة الوزيرة وزيرة المالية أعلنت أنه باش يتم الدخول في مفاوضات خلال الأيام القليلة القادمة. هذا كلام نسمعه دائما منذ تقريبا شهر فيفري ونحن نسمع هذا الكلام ولا ما نرى منه شيئا. والتصريح الذي نعتمده هو تصريح المتحدث باسم صندوق النقد الدولي والذي وصف الأوضاع الاقتصادية في تونس بالكارثية، وقبله المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي صرح علانية أنه يرفض ملف تونس ويقبل ملف لبنان. وبالتالي لماذا؟ لأنه لبنان لديها فضاء للتوافق وهو البرلمان، وتونس ليس لديها لا فضاء لا برلمان ولا حوار وطني يضم أهم الأطراف الفاعلة وخاصة اللاعب الأساسي نيميرو آ هو الاتحاد العام التونسي للشغل، واللي بغيابه هو لا يمكن تمرير الإصلاحات الاقتصادية المضمنة في البرنامج. لا يمكن الحديث عن إصلاح الوظيفة العمومية بدون الاتحاد، لا يمكن الحديث عن رفع منظومة الدعم بدون الاتحاد. وبالتالي يعني هذه كل المؤشرات هذه تدل أنه مش المفاوضات غير ممكنة خلال هذه السنة مع صندوق النقد الدولي. كذلك البرنامج يغلب عليه طبع الشعارات وما يقدم شيء جديد، فهو تقريب يعيد نفس المقاربات ونفس الإجراءات نتاع الحكومات السابقة. حاجة أخرى، هو ما فما حتى تطابق بين توجهات رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة. رئيس الجمهورية يتكلم عن تركيز الشركات الأهلية ويتكلم عن الصلح الجزائي وعمل المراسيم عليها، ولكن وينها؟ مش موجودة في برنامج الحكومة. نعتقد أنه أهم نقطة اللي هي مقاومة التضخم المالي الأولوية القصوى خلال هذه السنة للحفاظ على ما تبقى من المقدرة الشرائية، والتي تتطلب التنسيق الكامل بين البنك المركزي والحكومة، بين السياسة النقدية والسياسة الجبائية، لا أثر لها في هذا البرنامج. كذلك الدعم، سألتني على الدعم. الدعم المشكل فيه هو أنه الطبقة اللي هي مستهدفة اللي باش تعطيها أنت الإعانات توسعت بصورة تكاد تكون كبيرة وكبيرة جدا. الفئة هذه اللي مش نتاع 2012 راهي توسعت برشا، والطبقات المتوسطة هبطت للمستويات الفقيرة. وبالتالي المبلغ اللي باش تعطيه لها انت ربما يفوق حتى مبلغ الدعم اللي باش تحب تطحيه في ميزانية الدولة، وبالتالي يتيح كل البرنامج الإصلاح في الماء اللي كانك أنت يلزمك تعطي للطبقات هذوما أكثر من الدعم الموجود في ميزانية الدولة. سيدي ذا سامحني، كيفاش باش تعطي أكثر؟ البارح سمعنا تصريح السيدة وزيرة التجارة تقول بأنه ساعة باش تكون فما كل منصة يسجلوا فيها الناس الكل مستحقي الدعم، ومن بعد الأسعار باش تكون يعني وكأنها محررة، والعائلات اللي باش تسجل وتستنفع يعني باش ياخذوا بعض المعطيات، قداش فما من فرد في العيلة، دونك قداش يستحق خبز، حليب، المواد الأساسية كلها باش يشريوا هما بالأسعار العادية هذه الموجودة في السوق، ومن بعد الحكومة هي اللي باش تعمل تحويلات مالية. يعني منين بتجيب الفلوس؟ احنا توا راكي باش تحل المنصة، انت المنصة راهو التوانسة الكل باش ينخرطوا فيها، لانه التوانسة كل تضروا بهالارتفاع المعدلات نتاع التضخم المالي، نقول لك انا اكثر حتى من 80% من التوانسة اللي هما كي يمشي يجهز شهريته باش يقضي ما تكفيش، وبالتالي باش يشارك. هل انه الحكومة التونسية عندها من المال الوفير باش تعطي للعائلات التونسية الكل؟ هي تعيش في أزمة خانقة نتاع مالية عمومية. هي توا قاعدة تستجدي في الدول باش تشوف مش قروضات منها ومنها باش تسد الثغرة نتاع ميزانية الدولة. سيدة، هي توا الحكومة شنو تقول؟ تقول في عوض ما يكون الأسعار مدعمة في السوق يشريوها ولا يهربوها ولا معناها ياخذوها غير المستحقين، خليني نضبط أنا الناس اللي هما بالحق باش الساعة يستنفعوا من الدعم هذايا، وقديش حتى في الكميات يعني ما مشروطة يعني انت وعدد الافراد اللي في العالم. تعرف تحرير الاسعار المواد المدعمة هذا شو باش يؤدي؟ باش يؤدي الى ارتفاع كبير على مستوى اسعار كل المواد، لانه كل المواد في كل القطاعات تستعمل المحروقات كمادة اولية. هل انه التوانسة مع تهر المقدرة الشرائية نتاعهم توا مستعدين للارتفاع الكبير على مستوى الأسعار
وهل أنه الحكومة عندها من الموارد المالية باش تعطي للعائلات الفقيرة والعائلات المتوسطة في تونس وقت الحاضر؟ يعني خلينا واقعيين، خلينا رياليست، هل هذا ممكن أو غير ممكن؟ مش ممكن بطبيعة الحال. أستاذ، ترى أنه في غياب قاعدة بيع، لأنه تو في تونس حتى إذا كان شاقع تعويض وهالمنصات وغيره، أولا قاعدة بيانات غير موجودة، ثانيا أنه ثم مشكلة على مستوى المالية العمومية، ثالثا أنه الميزانية إلى حد الآن الموارد هل وقعت تعبئتها أم لا، الجانب الرابع غياب الاقتراع، ترى موضوع الإصلاحات هذه ما هوش وقتها اليوم في ظل ما نشهدوه في العالم الكل من وضع على الاقتصاد العالمي. أنا أعتقد كما المريض يمشي للطبيب وقت ليه الطبيب يرى مرض ولا ورم صغير مازال باش يتكون في حشاكم الله في المريض، باش يا اما كان باش يقول ورجع لي بعد الشهر باش يلقاه استشرى في الجسد. نعم. وهذا شو وقع في منظومه الدعم. منظومه الدعم كان ممكن معالجتها بسهوله في 2012 13 14 15 ما شابه ذلك، عندما كانت الطبقات المتوسطه تمثل جزء مهم من جسم الاقتصاد التونسي. لكن توسعت الطبقات الفقيرة وانحدرت الطبقة المتوسطة إلى الطبقات الفقيرة إلى درجة أنه المبالغ اللي يلزمنا باش نعطيوها العائلات هذوما باش نرفعوا الدعم هذا يتطلب أموال كبيرة وكبيرة جدا في ظل معناه سياق تونسي معناه خاص جدا تاع شح الموارد، والدولة معاش عندها فلوس وما يحبوش يسلفوها لمنا. وبالتالي كيف نتحدث عن هذا الإصلاح في وقت تشهد المقدرة الشرائية للمواطن التونسي تراجع كبير وكبير جدا؟ شنو الحل سيدا؟ يعني الحكومة تدافع على هذا البرنامج وفي المقابل سيادتك وخبراء آخرين زادا في الاقتصاد يقولوا أنه غير ممكن تطبيقه، شنو الحل؟ يعني شنو بش يصير في الأيامات الجاية؟ يعني والله الحل هو يعني تقلص الدولة شوية من اللجوء إلى السيولة إلى من طرف البنوك والبنك المركزي، خاطر التضخم المالي جاي برشا من غادي، فهمتني؟ لأنه الدولة في عوض الموارد تاع البنوك يتوجه نحو تمويل المشاريع والمشاريع الصغرى باش احنا الانتاج نتاعنا يزيد وتولي التضخم المالي ينقص، احنا قاعدين نوجه فيهم لتمويل نفقات الدولة وميزانية الدولة، ومش قاعدين نعطيه فيهم للشباب ونعطيه فيهم للمشاريع الصغرى والمتوسطة باش نخلقوا بيهم الثروة. كانت اسأل الشباب هنا يقول لك نمشي لبنك باش ناخذ، يقول لك اعطيني رهن ولا اعطيني حاجة مقابل ذلك، وما يعطيهش القرض. وبالتالي احنا الدولة يلزمها تساعد على انه الشباب باش ينجم ينمي الثروة، وباش انه في السوق نلقاو السلع ونلقاو الخدمات متوفرة بصورة جيدة، هذا يقلص من التضخم المالي وينعش المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، ونجم احنا وقتها نتحثوا على منظومة الدعم نحيوها بشوية بشوية. لكن في ظل تدخل الدولة والدولة قاعدة تأزم في الأوضاع المالية، هي اللي مسؤولة أساسا على العجز المتواصل بتاع المؤسسات العمومية، خاطر هي مش قاعدة تخلص في ديونها تجاه المؤسسات العمومية. المؤسسات العمومية قاعدة كذلك عندها ديون خارجية قاعدة تخلص فيهم بفاتورة كبيرة وكبيرة جدا. علاش؟ خاطر الدولة مشيت في سياسة تتراجع قيمة الدينار التونسي. بالتالي الدولة هي المتسببة الأولى والأخيرة في هذه الأوضاع المتعفنة، وبالتالي لا يمكن أن ترمي مسؤوليتها على المواطن التونسي أنه يجب أن يتحمل مزيد من تهرع المقدرة الشرائية نتاعه لتمرير إصلاح يرضي صندوق النقد الدولي لعله يرضي علينا ويعطينا القروض اللازمة. البارح تابعنا تصريح سيدا شكونداليا الخبير الاقتصادي أستاذ في الاقتصاد بالجامعة التونسية للسيدة وزيرة المالية، سرعان ما نفيته معناها خرجت ونفيت هذا التصريح، قالت أنه بش يتم مراجعة الأجور حسب إمكانية الدولة، طبعا الأجور في الوظيفة العمومية. كيف يمكن أن نقرأ هذا التصريح؟ هل يكون زلة لسان أو خطأ، أم أنه هذا التوجه حقيقي في هذا البرنامج؟ وكيف يمكن التحكم في كتلة الأجور حسب متطلبات الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي؟ أنا هادو باش فاهمين بالضبط شنو قاعدين يعملوا. من ناحية يحبوا أنه صندوق النقد الدولي يمشي معهم ويوافق ويوقع في إمضاء،
ومن ناحية أخرى يتكلموا على إصلاح الوظيفة العمومية والترفيع في الأجور. وأهم شرط من شروط صندوق النقد الدولي أنه راه يلزم تقلص من حجم الأجور من الناتج المحلي الإجمالي. يعني ويقولوا أنهم راه باش يرفعوا الدعم ما غير ما باش يرفعوا الدعم ما غير ما يقلصوا الدعم في المواد. يعني تحس لأنه فما تناقضات ودي كونتراديكسيون كبيرة برشا بين تصريحات الحكومة نفسها وكذلك بين رئيس الجمهورية وما يريد أن يقوم به من شركات أهلية ومن صلاح جزائي وكذا غير موجود تماما في برنامج الحكومة. يعني لخبطة كبيرة. أعتقد أنه لابد من التريث وتوسيع الحوار إلى كفاءات اقتصادية وزنة. احنا قاعدين نشوفه توا في لجنة اقتصادية واجتماعية موجودة من ناحية ومن ناحية حكومة طالنا على برنامج ديجا خلال الديسيزيون نتاعها. واتحاد الشغل زادة عنده مبادرة سيريدا فيها زادة الجانب الاقتصاد. ايه ولكن ما باش يعملوا اللجنة هذوما شكون فيهم من اقتصاديين؟ نشوف فيهم كلهم وجوه لا علاقة لها بالاقتصاد ولا بالعلوم الاجتماعية وهي لا علاقة بشؤون أخرى. يعني ماذا ستقدم هذه اللجنة لكي يعني نخرج من هذه الأزمة الخانقة ونحن نرى الكفاءات الوازنة على المستوى الاقتصادي خارج هذا الحوار واللاعب الأساسي اللي هو من خلاله متنجمش تمرر الإصلاحات الاقتصادية الاتحاد العام التونسي للشغل وخارج الحوار الوطني. والاتحاد سيريدا البارح تصريح للسيد سامي الطاهري الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل قال بأنه الحكومة لم تطلع الاتحاد على برنامجها الإصلاحي اللي هو شرط أساسي ساعة قبول الاتحاد ليتم تنفيذ هذا البرنامج. إيه هو لا بل البرنامج الجديد ولا البرنامج القديم في شكل الوثيقة المسربة والإمشاءات للصندوق النقد الدولي كذلك هي يعني وثيقة تلزم الحكومة لوحدها ولا علاقة للأطراف الفاعلة بهذه الوثيقة. وبالتالي أنا أعتقد أنه الاتجاه الصحيح هو الحوار الوطني الذي لا يقصي أحدا كلنا توانسة وبالتالي لابد من كل التونسيين المشاركة في هذا الحوار وإثراء بالكفاءات الاقتصادية الوزنة في تونس باش احنا نخرج ببرنامج يقنع صندوق النقد الدولي ويقنع توانسة قبل ما يقنع صندوق النقد الدولي للمرور لتمويل هذا البرنامج. خاطر حتى تو البرنامج اللي قالت عليه الحكومة ما ذكرت شنية المصادر التمويل نتاعه بشي مولوه فما حالنا حتى فكرة ونحن نعيش عزلة مالية كبيرة ولا واحد يحب يسلفنا. كيفاش تعمل تقدم برنامج بدون أي معناها ضمانات للتمويل خاصة ونحن عشنا في ميزانية الدولة اللي هذه السنة يعني ذهبت في مهب الريح لأننا عولنا على إمضاء صندوق النقد الدولي في شهر مارس ولم يتم هذا. السيد العميد صادق بالعيد يقول بأنه الحوار أو اللجنة الاقتصادية اللي قاعدة تشتغل الآن وجهت دعوة لقامات في الاقتصاد في تونس باش يعطيوا رأيهم وتصوراتهم لتونس وكيفاش نجموا نخرجوا من هالمأزق الاقتصادي هذايا. ما تراش هذا كيفي سيد رضا شكوندالي كنت تدعو إلى حوار وكأنه حوار آخر يعني يجمع كل الأطراف دون استثناء؟ أنا من القامات الاقتصادية التي حضرت في الحوار لم أرى إلا السيد أحمد الكرم وهو كفاءة جيدة جدا خاصة في المجال المالي والنقدي. ولكن سي أحمد الكرم بوحده ما نتصورش أنه باش ينجم يقوم هو بوحده بجملة الأفكار في البرنامج الاقتصادي أو يقيم بوحد البرنامج تاع الحكومة. هو الحقيقة سيريدا كان معنا منذ يومين تقريبا سيد عز الدين سعيدان أيضا وقال أنه اتصل بها سيد بالعيد وطلب منه رؤيته فأعطاه يعني ملخص لم نرى سيد عز الدين سعيدان لم يحضر ولكن قال إن أعطيته تصوراتي ولكن لم أحضر ولكن لم نرى سيد عز الدين سعيدان. إذا كان اقترح جملة من الأفكار فلابد أن يدافع عليها في طاولة الحوار. عندما لم نره في بين الحاضرين في الحوار الوطني أعتقد أنه خسارة بالنسبة لتونس.
لم يتم التوجيه ليك سيدي داشكوندالي للمشاركة في هذا الحوار؟ نعم؟ لم يتم توجيه دعوة لحضرتك باش تشارك في هذا الحوار؟ لا، لم تصلني دعوة بدأت من أي أحد. سيدي ذا، أنت حكيت لنا توا على ضرورة مقاومة التضخم عمليا أمام هذه الحكومة وأمام هذه الوضعية اللي قاعدين نعيشوا فيها، ما هي الحلول العملية للممكنة لمقاومة التضخم اللي توا حسب آخر الأرقام والإحصائيات يناهز 7.8%؟ نعم، احنا 7.8% حتى شيء ما يهمش التوانسة برشا، يهم التوانسة هما المواد الأساسية الغذائية، واللي نسبة التضخم فيها تقريبا تفوق الرقمين، وبالتالي تقريبا 2.5 أو 3 مرات، هذا المعدل العام 7.8%. أنا أعتقد أن التضخم المالي ليس من مشمولات صندوق البنك المركزي فقط، يعني ليس عن طريق نسبة الفائدة، ترفيع في نسبة الفائدة يمكن أن نقاوم التضخم المالي، وقد جربنا ذلك عديد المرات ولكننا لم نفلح، وبالتالي لابد من التنسيق بين البنك المركزي والحكومة، لأنه مقاومة التضخم المالي له جوانب في الاقتصاد الحقيقي يتعلق أساسا بمسالك التوزيع والتهريب والاحتكار والمضاربة، ولكن كذلك يتعلق بالمستجدات الدولية خاصة على مستوى الارتفاع العالمي لأسعار المحروقات، الأسعار السعر برميل النفط، وكذلك أسعار الحبوب، وكذلك أسعار النقل، وبالتالي لابد من الأخذ بعين الاعتبار كل هذه العوامل التي يعني تتعلق بالتضخم المالي لدراستها وكيفية إيجاد الحلول لها عبر التنسيق كامل بين البنك المركزي والحكومة. ولكن في هذا البرنامج لم نشهد ذلك تماما، ولا لم نجد أثرا لا للسياسة النقدية ولا لسياسة الصرف التي أدت إلى تراجع في قيمة الدينار التونسي وهي قاعدة تجيبنا في التضخم المستورد، وكذلك ولا يعني حلولا تتعلق بمدى خفض تداعيات الأسعار العالمية للنفط على الأسعار الداخلية، وبالتالي أعتقد أنه هذا محور لحوار يضم كل الكفاءات للخروج بحلول عملية لمقاومة التضخم المالي الآفة الكبرى في تونس. إذن ما جدوى الإصلاحات وهذا البرنامج الإصلاحي الكبير العميق، وما جدوى الإعلان عليه في ندوة وطنية البارح إذا كان هو غير قابل للتطبيق ولا نقطة فيه قابلة إلى التطبيق؟ لا، ما قلتش ولا نقطة، أنا قلت هو اجترار للحلول الماضية. هي إدارة، والحكومة هذه حكومة إدارة، والإدارة هي قاعدة تشتغل بنفس الأساليب السابقة، يعني هما ملفات جبدوهم الملكازي وعودوا قدموهم، يعني ما تراش فما يعني تصحيح مسار كما يقولون. ما معنى تصحيح مسار؟ يعني مقاربات جديدة وأفكار جديدة، وشفنا بعض الأفكار الجديدة في مقاربات سيد رئيس الجمهورية، ولكنها لم نرى أثرا لها في هذا البرنامج، وكأنه الحكومة تشتغل في جبل ولا الجمهورية في جبل آخر، يعني ليست هناك علاقة. وبالتالي أعتقد أن هذا البرنامج تنقصه الواقعية وتنقصه المقاربات الجريئة والمختلفة عن المقاربات السابقة للخروج بحلول عملية للخروج من عنق الزجاجة. واضح. السيد رضا شكوندالي الأستاذ في الاقتصاد بالجامعة التونسية، مشكور جدا على تدخلك معنا ومدنا بك بكل هذه التفاصيل وهذه القراءة الاقتصادية للبرنامج الإصلاحي الوطني اللي قدمته البارح الحكومة، واللي يرتكز على جملة من النقاط أبرزها رفع الدعم أو توجيه الدعم إلى مستحقيه. منذ ساعة وعشر دقائق على ذات الحتف مواصلين حتى لساعتين في غيكاب ميديو، قيد نحكي على الإضراب المتواصل للقضاة البارح لليوم الثانية على التوالي، نسبة المشاركة في هذا الإضراب 99%، وجدل كبير متواصل مع تواصل هذا الإضراب. هذاك علاش معنا بالتليفون القاضي يوسف بوزيخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق والمتحدث باسم تنسيقية القضاة المعفيين. مرحبا بك سيد القاضي يوسف بوزيخر على إذاعة الحياة فهم.
مرحبا بك ومرحبا بمستمعيك وتحياتي لكم. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. معي في البلاتو سي حمد البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع لشأن العام. مرحبا سيد القاضي. مرحبا سيدي عاشي. سي يوسف بوزيخر، في البداية خلينا ناخذ تعليقك معنا اليوم على قرار أعفاء 57 قاضي. سيادتك أنت من بينهم، اسمك موجود بين القائمة اللي تم نشرها في رائد الرسمي الجمهورية التونسية، شنو هو موقفك، شنو ردك عليها؟ هو الحقيقة قرار معناه صادم، هو قرار عار على المؤسسات التونسية، قرار اتخذ هكذا معناها بدون أبحاث، بدون سلطة معناها مستقلة محايدة لاتخاذ مثل هذه القرارات. رئيس الجمهورية لم يكفي إزاحة المجلس الأعلى للقضاء، أزاح حتى المجلس المؤقت الذي نصبه مكانه، استولى على صلاحياته، منح نفسه حق تأديب القضاة وإعفاء القضاة، منح نفسه سلطة النيابة العمومية في توجيه التهم للقضاة. ماذا بقي يعني؟ قرار حقيقة معناها لم أرى مثيلا له، وبالإضافة إلى اتخاذ القرار يعني لا يحق لك الالتجاء إلى أي جهة قضائية لمنازعة هذا القرار. حقيقة ما شفتش أنا قرارات من هذا النوع من سابق. سيد يوسف بوزيخر، القضاة المعفيين عددهم 57، شنو الخطوات القادمة؟ ربما اتفقتوش على بعض الخطوات، على بعض التحركات، كيفاش باش يكون يعني ردكم على هذا القرار؟ هو تحركات جاءت من القضاة المباشرين الآن، يعني إعلان الإضراب هذا لمدة أسبوع والقابل للتجديد، ومطالبة القضاة بعدم ترشح للمناصب التي تعمد معناها رئيس الجمهورية إحداث شهور بها، هذه تحركات. لعلاش القضاة المباشرين تحركوا بهذا الشكل؟ ليس نصرة فقط للقضاة المعفيين، وإنما لإحساسهم بالخطر. الخطر أصبح داهم، يمكن لرئيس الجمهورية أن يناقش القاضي في أي قرار يتخذه ويمكنه إعفاءه على ذلك الأساس. لذلك التحرك جاء من القضاة الذين لا يزالوا يباشرون مهامه. بالنسبة لنا أحنا، قلت أنه سنتجه إلى جميع المؤسسات، سنتجه نحن سنناضل وسنناضل بأرقى أشكال النظام اللي هو التقاضي. سنقاضي هذه القرارات في تونس، وسنقاضيها خارج تونس، وسنحمل الدولة التونسية مسؤوليتها عن اتخاذ مثل هذه القرارات، مسؤوليتها باعتبارها يعني لديها التزامات أممية مطالبة باحترامها في مجالس القضاء، اللجوء إلى القضاء الدولي في مجال حقوق كل إنسان. أي سيد يوسف بوزيخر، ألا يعتبر اللجوء إلى القضاء الدولي وكأنه استقواء على الدولة التونسية؟ لا، هو تونس منظومة القانونية التونسية هي تتضمن هذه القواعد الدولية. احنا باش نلجأ للقضاء الدولي بناء على التزامات تونس الدولية، بناء على امضاء تونس على معاهدات دولية، منش نلجأ هكذا يعني. منظومة قانونية تونسية تتضمن أيضا الاتفاقات الدولية. بالنسبة لشبهات الفساد اللي يحكي عليهم السيد رئيس الجمهورية، أصلا بعض القضاة وجمعية القضاة بالذات كانت تطرقت إلى هذا الموضوع سابقا، ولكن ما تمش تحقيق تقدم، ما تمش لا محاسبة ولا كشف ملفات. ما تراش اللي هذية يعني سهل على رئيس الجمهورية هذا التدخل واتخاذ هذه القرارات؟ لا، مش صحيح، لأنه ملفات، كبريات الملفات افتحها المجلس الأعلى للقضاء، ما افتحهاش رئيس الجمهورية، ما افتحتهاش السلطة التنفيذية، رغم اللي السلطة التنفيذية هي اللي تملك آليات تتبع القضاة، هي اللي تملك التفقدية وتملك غيرها وتملك معناها سلطة البحث. رغم ذلك المجلس الأعلى للقضاء هو الذي باشر بمثل هذه التتبعات في خصوص القضاة. ونقول لك أنا اللي في وسط المجموعة هنالك من هو تحت طائلة عقاب تأديبي، يعني الآن من هو موجود في القائمة الإعفاءات، من هو الآن تحت طائلة العقاب التأديبي، يعني يعاقب لأجل نفس الفعل مرتين. أصلا ثم قاضية
قضت العقاب التأديبي، يعني أوقفت عن العمل لمدة معينة وقضت هذه الفترة، الآن تعفى تعاقب من جديد يعني لأجل نفس الفعلة. يعني ماش صحيح اللي معنا القائمة يمكن تبريرها على أساس أنه وجود فساد. وجود فساد، وجود فساد، من اللي عاملين المجلس المؤقت هذا يا سيدي؟ ما معجبناش المجلس الأعلى للقضاء وقلنا يتفتروا به وعليه وكذا وحليناه، فهمت وناس كل باركت. إيه هاو مجلس عملوا رئيس الجمهورية وعين أعضاءه ووضع ثقته فيهم، فهمت؟ ليش ما حلهمش الملفات هذه؟ هذا هو الخطير في المثل. سيد القاضي، أنا نحب أسألك ثلاثة أسئلة بسيطة يعني على قد عقلي كمواطن أتابع الحياة في تونس. بس سيادتك رأي على أداء القضاء في تونس؟ لا، أداء القضاء احنا ملي كنا في المجلس على القضاء كنا مش راضي على أداء لكن القضاء. في المقابل نشوفه يا سيد القاضي، رانا نشوفه في حوايج بسيطة جدا، يعني الجزاء على قدر الجرم نشوفوه في المحاكم يعني، أما كنجيرو على الحد القضاة أو حتى المحامين، ميساج خليني نكمل معه يعني، فإن العقوبات لا ترتقي كما المواطن العادي. الحاجة الثانية، تراش أن عدم الرضا هذا هو اللي خلى ربما تراكمات هذه كبيرة خليتنا اليوم ندخل في إطار العقاب الجماعي، وأنا ضد العقاب الجماعي كمبدأ يعني كمواطن، أنه نعاقب كل واحد على قدر جرم. الحاجة الثانية، احنا نتابع في تونس أنه عديد القضايا خنقولها بالدرجة تتباع، يعني تراش أنه اليوم فرصة ما يسالش، راه احنا كلنا توانسة ونحبوا تونس تكون أفضل من مما هي عليه، فرصة نراجعوا رواحنا ونعترفوا بأخطائنا، الاعتراف يعني ما يسالش، ونعملوا صلح ما بعضنا الكل. لا شوف انا توا انت معناها تجي تعمل عمليه اعفاء بالجمله، تنصب اتهامات بالجمله، تنصب نفسك معناها نيابه عموميه وتوجه التهم، فهمت؟ وتقول لي نصلح القضاء، مش هكذا يتم اصلاح القضاء. شبيه هو اصلاح القضاء؟ ما نعرفوش احنا يا اخي اصلاح القضاء شنو قدمنا له احنا؟ القضاء معناتها يا احنا القوانين اللي يخدم بها القضاء كلها قوانين قديمه، القوانين كلها تحتاج الى تحيين. الاجراءات قولي انت طول زمن تقاضي وغيره، الاجراءات هذه يضحها المشرع ما يضحهاش القاضي. يعني هي اصلاح القضاء هو ورشه كامله ومعناها تتضمن جميع المتدخلين وتتضمن المجتمع المدني والناس هذه الكل تقعد وتقول شنو النجم نصلحه في القضاء، بما في ذلك المسألة محاربة الفساد في القضاء. محاربة الفساد في القضاء راهو يستدعي أن نقول لك الجهاز التفقد القضائي راهو عند السلطة التنفيذية، راهو ما هوش عند القضاة، راهو معناه أنت هل درا مشيناش للسلطة البحث هذه وصلحناه؟ بس سألت سيد القاضي على دوركم، وأنت كنت ترأس المجلس الأعلى للقضاء سابقا، ماذا فعل المجلس السابق بخصوص تطهير القضاء وأصلاح القضاء، رغم يعني الانتقادات اللي توجهت ورغم حتى من رئيس الجمهورية وحتى من أطراف أخرى يعني؟ لا، أنا انطلقت في الحديث معكم بالإشارة إلى الدور الذي لعبه المجلس في فتح كبريات القضاء، والمجلس قام بدوره في حدود صلاحياته. ما احنا نتعهدوا بالملفات لما تحال علينا من السلطة التنفيذية، أما انسب لي تقصير في مسألة تعهدي بالملفات نتحدث معك، أما تقول لي أنت هاك ما صلحت شيء. إيه ما صلحت شيء، لأني ما نملكش السلطة التشريعية. أنا منهم معناها في مناسبة اقترحنا مشروع، معناها مقترح إصلاح على مجلس النواب، قالوا أنتم ما عندكمش الحق، ما عندكمش الحق في المبادرة التشريعية. يعني شوف، المسألة ليست مسألة معناها محاسبة أشخاص، الإصلاح راهو ما ينجمش يكون محاسبة أشخاص، فهمت؟ معناها حتى محاربة الفساد سيدي، ما نحكيش على إصلاح المنظومة بصفة عامة، محاربة الفساد في القضاء
راهو ما يتمش بمعناه بإزاحة الناس فقط، راهو يلزم معالجة الأسباب اللي خليت الناس هذيك معناها تفسد بطريقة أو بأخرى. به سيد القاضي يوسف بوزيخر، اليوم القضاة في إضراب لليوم الثالث يتواصل لمدة أسبوع وقد يتمدد يعني ويتواصل هذا الإضراب، شنو ينجم يقدم هذا الإضراب أو كيف يمكن أن يخدم مصلحة القضاة في ظل تواصل الإضراب، يعني نحكيه على تواصل الاقتطاع والرئيس لن يتراجع على المرسوم الذي أصدره؟ هني قلت لك أنا الإضراب القضاة المباشرين أضربوا أضربوا لماذا؟ لإحساسهم بالسيف المسلط عليهم من الآن فصاعدا بعد المرسوم 35 معناه المسلط عليهم في جميع قراراتهم. رانا نتحدث على إنسان أعفي لأنه أبقى معناه متهما بحالة صراح، رانا نتحدث على إنسان أعفي لأنه لم يأذن بتفتيش محلات سكنة في خلاف الإجراءات القانونية، رانا نتحدث على إنسان أعفي من أجل تدوينات فيسبوكية، نتحدث على إنسان أعفي لأنه معناه متعهد بقضايا تتبع صفحات التشويه وتقدم في البحث معناها بصفة جدية يجد نفسه معفى. هل هذا إصلاح؟ هذا ليس إصلاح. وهذا الإضراب كيفاش ينجم يخدم يعني المطالب متاعكم سيوسف؟ شوف احنا على كل حال يمثل ضغط مثلا، ينجم يسجل نقاط؟ هو لا، لأنه الضروري فتح ملف الإصلاح القضائي أولا بصفة جدية والتراجع عن هذه الإعفاءات، يجب أن يتم التراجع عن هذه الإعفاءات لأنها لا تستند لا إلى شرعية ولا إلى مشروعية، لا إلى شرعية لنصوص قانونية يعني أحدثت كان تبعته معناها طريقة الإعفاء معناها في المرسوم القائمة الإعفاء كانت جاهزة والمرسوم أحدث أو وقع تداول في المرسوم لتمكين يعني هذه القائمة من نشر بالرائد الرسمي. معناتها يلزم نتحدث في هذا كله. كيف يمكن؟ سيوسف شنو تعليقك على دسترة الإضراب؟ البارح نسمعوا في تصريح للأستاذ في القانون الدستوري أمين محفوظ يقول بأنه سيتم منع الإضراب على عدة قطاعات من بينهم القضاء في الدستور القادم. الدستور القادم أي اش أقول لك، هذا ما عندي حتى تعليق على كلامك. أيضا تبعنا جملة من التصريحات الأخرى اللي تدعو إلى توجيه تهمة إنكار العدالة للقضاة المضربين وإمكانية عزلهم وانتداب محامين بديلهم، يعني نظرا لدخولهم في هذا الإضراب المفتوح وتعطيل مرفق العدالة. ما هو تعليقك؟ إذا كان خلطنا معناها لمعالجة المشاكل اللي كنت تحكيت فيها بهذه الطريقه، ما نتاش نقول لك معناها ما عادش في اطار دوله القانون. اذا كان انت معناها سي امين محفوظ قال لك راه مستقبلا راني باش نمنع الاضراب، مقترح اي معناها دستور باش يمنع الاضراب توا ممنوع؟ هل ممنوع الاضراب توا؟ اصدر في مرسوم، هو المرسوم الرئيسي سابق كان منع اضراب القضاة يعني في قطاع القضاء بالتحديد. هل هذا المرسوم مطابق لنص الدستور؟ ما هذا هو فهمت. مو الوضع الاستثنائي سيد القاضي، يعني يسير بمراسيم والمراسيم قد تتعارض احيانا يعني مع بعض يعني التعليق العمل بالدستور صديقي. نعم شوف سيد. هل نحن في وضع استثنائي؟ نحن ما عادش في وضع استثنائي، احنا خرجنا من الحالة الاستثنائية، احنا في وضع انتقالي. وضع انتقالي نعم، وضع انتقالي يعني ما عادش نتحدث على وضع استثنائي وحالات، لأن الوضع الاستثنائي يرمي إلى إعادة السير العادي لدواليب الدولة. الآن نحن بصدد صياغة
يعني معناها تشريعات جديدة، هذا وضع انتقالي مش وضع استثنائي، والإضراب هو حق من حقوق القضاة بمقتضى النصوص النافذة. به سيوسف، تعليقك على الدعوات لحل جمعية القضاة ونقابة القضاة التونسيين من قبل بعض الأطراف. نفس الإجابة، نفس الإجابة. إذا كان احنا بس نحلوا المشاكل نمشي لحق التجمع بالنسبة للقضاة اللي هو حق دولي وحق إنساني وحق أممي، أنا حق من حقوق الإنسان حق في التجمع، فهمت؟ أنا نمشي لحقوق الإنسان الحقوق الأساسية، ما إيش هكا معنا تعالج الأمور. على ذكر التجمع سيد القاضي، لاحظنا بعض اللافتات مكتوبة بالأنجليزية والفرنسية، هل أن الخطاب موجه للآخر أو موجه للرأي العام التونسي؟ هذا ما نعرفش أنا في إطار، لا أنا شفته، أنا شفته من خلال وقفة احتجاجية قدام المحكمة الابتدائية في تونس، وشفت يعني وخيان محامين وقضاة وغيره موجودين، دعما أسماء أذكرهم كانت حب، وهزين لافتات مكتوبة باللغة الأنجليزية وبالفرنسية والبعض بالعربية في وقفات معناها نظمتهم جمعية قضاة في وقفة احتجاجية. نعم البارح هذا يسأل علي جمعية قضاة هذا، فهمت؟ لا نحكي على القضاة بصفة عامة، يعني ممرات ثم حاجات احنا نشوفوها تمر الصورة مرات تعبر، راهي الصورة عندها أكثر من دلالة مرات أكثر من الخطاب، فالصور الحقيقة أنا كمواطن تونسي ما لقيتش فيها روحي، مش موجه لي أنا، وبالتالي ما قريتهاش. نجم يكون به. سيوسف نختم معك بسؤال بخصوص رسائل الدعم، تلقيتوا رسائل دعم من منظمات في تونس من الخارج تدعمكم في الإضراب في هذا التحرك اللي يقوموا به يعني من أجل سلك القضاء بصفة عامة؟ والله هو توا دعم تحركات القضاة يظهر لي الدعم مشاهد الآن، لكن احنا توا معنا في زمرة القضاة المعفيين، فهمت؟ اعتقد انه اللي نجم يجاوبك على السؤال هذا وعنده اطلاع اكثر هو جمعية القضاة. واضح سيد القاضي يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق المتحدث باسم تنسيقية القضاة المعفيين، مشكور جدا على تدخلكم معنا ومدنا بكل هذه التفاصيل. بعد شوية احنا نحكيه على المناظرة متاع البكالوريا سي حمادي اليوم وتسريب امتحان الفلسفة بعد يعني فترة وجيزة من انطلاق الامتحانات. 44 دقيقة على إذاعة الحياة فم، واصلين حتى لساعتين في غيكات ميدي وقيد ديفيغ نيوز. ديفيغ نيوز في ديفيغ نيوز لليوم سي حمادي، باش نعمل متابعة للبكالوريا في ولاية القيروان، كيفاش تعدت الأمور في اليوم الأول من امتحان ولا مناظرة البكالوريا؟ ذاك علاش معنا بالتليفون السيد عادل الخالدي المندوب الجهوي للتربية في القيروان. سي عادل الخالدي مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. مرحبا، سمحني صوت مش واضح. مش واضح، مرحبا بك سي عادل الخالدي، هكا تسمع فينا بالقدي ولا لا؟ هكا بالقدي. مرحبا سيد المندوب. أهلا بك، مرحبا. يعيشك سي عادل، كيفاش كان اليوم الأول لامتحان البكالوريا على مستوى جهة القيروان عموما؟ والله عموما وكل معناها موضوعية اليوم الأول يعني انطلاقة كانت طيبة، وأنا هذا من خلال حتى معاينة مباشرة، أنا تو كنت في العلاء تو اللي موجود في الحاجب، كذلك بقية الإطارات سواء كان من ناحية من المركزية أو من الجهوية قاعدين يوافقوا في يعني في عمل المعاينات. الواضح أن الجهد اللي تبذل للاستعداد أدى عقله، فما انضباط لتعليمات كبير سير عادي جدا للعمل، ما عدا بطبيعة الحال فما حويجات بطبيعة الحال. إيه الحويجات هذوما يا سي عادل؟ هل تم تسجيل حالات غش في جهة القيروان في اليوم الأول؟ لحد الآن 3 حالات غش يعني. 3 حالات غش إلكتروني يعني؟ أي بطبيعة غش إلكتروني. إلكتروني. أي. نجموا نعرفوا فين معتمدية ولا لا؟ لا ما ينساش تو نقول لكم وقت آخر. باهي، إذا اليوم الأول في ولاية القيروان سجلنا 3 حالات غش. في الجهة، لو كان نذكروا بالعقوبات اللي تسلط على حالة الغش هذه سعادة. لا العقوبات بطبيعة الحال تصل إلى 5 سنوات، يعني ما الرفض والتحذير التسليم لمدة 5 سنوات قد تصل، ثم فما عقوبات حتى سجنية باعتبار أن الأمر
مرتبط بشبهات جنائية، خاصة إذا كان فما تخابر مع عصابات وغيرها، لازم تكون فيها متابعة جنائية. طيب سي عادل، اليوم شفنا الحقيقة الاكزامان تاع الفلسفة يدور على وسائل التواصل الاجتماعي، بلبلة كبيرة صارت في تونس، الناس كل تحكي عليه، حتى الوزارة معناها يعني حاولت انها تبرر هالتسريب هذا، شنو تعليقك عليه؟ لا هو شوف، خلينا نكون واضحين، هذا هو مو تسريب، هذا اللي صار. الامر لا يتعلق بتسريب، لان التسريب يفترض اخراج الموضوع قبل وقت من إنجاز، يعني قبل 8 متاع الصباح. من ناحية الموضوع هذا اللي صار مرتسلين، صارت عملية غش، يعني كابتور وتبعثت على أساس باش يعملوا عملية غش. من ناحية ثانية بالنسبة لنا والله ولت ضحوكة كل عام، معناها ربي يهدي العباد، معناها وكان يخبثونا في خواطرنا كل عام، معناها ما ولت داير. نحكي مع زملائي بكري الأربعة متاع الصباح وقت نخرج في المواضيع، قلت لهم هاي عاد أولاد هاو بيجينا عاد 8 ودرجز هاو خرجز هاو تسريب. لا ما با أنا مانيش باش نصب نفسي أكثر وطنية من العباد، ولكن هذه ظواهر تلمو أصبحت مخزية، فما جهد كبير، معناها ما ننكروش جهد العباد، ناس خدمة. أما الحقيقة سي عادل، الحقيقة السؤال اللي يطرح نفسه هو، البارح كنت معانا وحكينا على الإجراءات اللي تم اتخاذها بصفة يعني خاصة سنة، اللي هو يمنع اصطحاب الهواتف الجوالة على الناس الكل، مراقبين عمل تلامذة إلا لرئيس مركز الامتحان. كيفاش دخل التليفون؟ فما قاعدة قانونية تقول ما وجد القانون إلا اللي يخالف، طبيعي جدا ما نكونش نوصلوا 100% بالتأكيد. احنا لو الهدف متاعنا ينوضع إجراءات قانونية بالتأكيد، حتى في الوسط الاجتماعي ما تنجمش تطمع لأن تطبق قانون 100% بالتأكيد، فما مخالفات وفما تجاوز ربما، يعني يصير حالة، ولكن الحالة دي فما ربما ناس بأغراض مغرضة يحبوا يفشلوا، وده من مستعد الامتحانات الوطنية مطلب وطني. احنا بالنسبة لنا لو كان صار تسريب بمعنى القانوني تسريب، رغم مخبين شيء، ولكن أنا نقلب المفاهيم نقولوا هذا هو مش مقبول، احنا كمواطنين نرفضوه وكمسؤولين كذلك نرفضوه. اللي صار عملية غش كابتور صارت، فما تجاوز باش تحمل مسؤوليتها فيه طبعا وبصرامة تامة، وما فيش حتى نقاش في الموضوع هذايا. هذا هو، وديجا توا الهيكل نتاع الابحاث الإدارية ولجان الغش الحالية منذ خرجت أخبار هذايا قاعد تبحث الموضوع، وبدت بعض البوادر للخيوط نتاع الأمر هذايا، وربي يهدي وذاك هو غير يخلونا مع الواحد، وان شاء الله ربي يوفقنا وينجح في غيرك. سي خالد، توا بتطور التكنولوجيا فبالامكان التعرف راهو على مصدر، حتى اي حاجه خرجت من مكان اي من مركز امتحان، يعني ممكن اي لا نحكي بصفه عامه، يعني سيركوي توا احنا زاد كشبكه على المستوى الوطني نخدموا كولابوراسيون، تم التعرف على الخيوط الاولى بالاسماء، الخيوط الاولى من القيروان ولا مش من القيروان؟ لا مش من القيروان، بدي يديك لا يا ودي انا مانيش نقصد بديك تقول لنا منين سي عادل، منين التعرف على الخيوط الاولى؟ لكن انا من القيروان، قلنا من القيروان اي منين سي عادل ماله منين؟ والله ما عنديش علم، لكن اللي عندي متاكيد انه يعرفوا شكون، وفما طرف معناها اللي هو خرج واللي هو كابتر الصوره وكذلك، وجاري توا تحقيق على قدم المساق، لان المساله مساله امن قومي، هذا ما فيش حاجه تمس سمعه الامتحانات الوطنيه. الحمد لله انها مش من القيروان سي عادل. تراش انه المنظومه التربويه ولا ناقصها شويه جانب القيم، سيادتك انت بكري عرجت عليها، قلت الله غالب، يعني انه جانب القيم اصبح مفقود عندنا. اكيد تراش انه فرصه انه نراجعوا رواحنا شويه ونراجعوا منظومتنا التربويه ونبنيه اكثر شويه. هو سيد الكريم، هي أزمة مجتمعية، والمجتمع لو في عديد المكونات، بمعنى أن مهما رجعنا المنظومات التربوية ومهما اتبعنا الوسائل، لذلك لو كان بقية الشركاء أو المواطنين والناس والعقلية الاجتماعية ما تبناش على القيم هذه، راهو طرف واحد وزارة واحدة ما تنجمش توصل حاجة كبيرة، الداخلية واحدة ما تنجمش توصل حاجة كبيرة، إذا راهو الهياكل الدولة صحيح معمول عليها مسؤوليات، ولكن كذلك المواطنين والأولياء والتلاميذ وكل الفاعلين في الأمر هذا، باش يولي فما تراكم نتاع قيم ونولوا نوصلوا لدرجة معينة، سينو المنظومة التربوية أنا بالنسبة لي في السياق هذا، احنا نعيشوا أزمة مجتمعية. أزمة للأسف، فما متغيرات، فما تنامي ولا أوفردوز نتاع حريات، لذلك فما تمرد في بعض الحالات على القانون. احنا من ناحيتنا كمسؤولين وحتى وزارة الإشراف نكون عادة صارمين، عملنا دقيق جدا،
لكن دائما ديما راهو الاستثناءات والحالات الاستثنائيه واللي بارازيت هذه تصير. المجتمع التونسي يعيش في ازمه في وقت من الاوقات فما عقليه تو تغيرت بوفيرتمون كامل على المستوى الدولي اصلا وعلى مستوى العقليات وغيرها. فما جهد كبير من كل الفاعلين في المجتمع، فما ناس قاعده تبني النوادي، جمعيات، مجتمع مدني، هياكل دوله، ثقافه الى غير ذلك، هذا كله قاعد فما بناء مجتمعي. ولكن في اعتقادي راه يتطلب مده معينه باش نرجعوا للكيليبر نتاعنا كمجتمع يحافظ على الهويه العربيه الاسلاميه والمبادئ والانخراط في المبادئ الانسانيه وما بكل المقاييس. وما زلنا شوي للاسف، ان شاء الله مستقبلنا خير ان شاء الله. وقتها نجموا نتحدثوا على قيمه خطوره الغش وخطوره سعاد. معناها محاوله الغش ولا تسريب ولا محاوله الغش كما قالت وزاره التربيه وكما قلت سيادتك لا تمثل احراج لوزارة التربية في تنظيم امتحان هكا وطني بقيمة البكالوريا يعني في تونس. هو الهدف من إخراج المعلومة هذه هو اللي خلاني يحب يحرج وزارة التربية بطبيعة الحال. احنا نشوف صحيح نتقلقوا شوي لكن زاد رانا بذلين جهد، معناها بذلين جهد كبير ياسر. احنا في السياق العام بطبيعة الغالب شنو انت كي تخدم 99% 1% وقت اللي يضمر لك انه باش يعمل إشكالية ويكبتر ماهوش إحراجك بالدرجة العالية. ولكن وزارة التربية تطمح إلى بلوغ أعلى مستوى من اليقظة والحيطة. وفي الجزء المتبقي فما قانون هو اللي باش يتكفل، لأن في نهاية المطاف ما نجموش راهو في كل الأحوال ما نجموش نوصل 100% داير الغش راهو من عهد الفراعنة. والغش يمكن يتواصل لآلاف السنين. تبقى سويون ريزونابل أن راهو الإجراءات كي نوصلوا 95% باش نحدوا سي ديجا فما 5% اللي فما قانون وفما عقوبات وإيسيرتو بالنسبة للسنة هذه يعني عقوبات صارمة من الواحد. إذا على مستوى المسؤولية ربما نتحملوها احنا في جوزها كمسؤولين، ماناش محرجين ياسر لأن وقت اللي يكونوا بذلنا جهدنا ربما بعث لي في التقييمات الراجعه ربما فماش حاجه ارفار نكونوا موضوعين مع روحنا، ولكن المسؤوليه زاد معنا الاولياء ومعنا كل الفاعلين باش نوقفوا البلاد هذيا ونجموا نحدوا الظواهر هذيا كيما الغش كيما الانحرافات كيما البراكاجات كيما هذه الحرقه كيما يعني كل ظواهر اجتماعيه. ان شاء الله يتحرك الوعي الاجتماعي قوي وعندنا احنا كمجتمع معنا بليزموا محافظ ومجتمع منفتح كذلك على الثقافات الاخرى سعاد باهيين ونجموا نوصلوا للمخير ان شاء الله. في سياق اخر نسبه الحضور، يعني البارح سيادتك ذكرت لنا عدد التلامذه المترشحين وغيره، عندكم شي فكره على نسبه الحضور؟ لا نسبه الحضور الى حد الان ما فماش غيابات لافته، ما فماش تاخير صار؟ لا ما فماش تاخيرات، لا مشناش ريكلاماسيون لان في العاده كي تصير تاخير جينا دي ريكلاماسيون بالوقت يعني في ثواني ونتفاعلوا خيان في النقل بارك الله فيهم يتفاعلوا عندهم خطتهم للعمل يتفاعلوا معنا مباشره. دي ريكلاماسيون على مستوى النقل ما صارش، الغيابات اللافته ما فماش، اما بيان سور فما غيابات خاصه بالنسبه للخاص والفردي. يكون عندنا تقريبا في حدود الثانيه ونصف اللي تاري كاب كامله اللي هي نجموا نفيدكم بها ان شاء الله. بعد اتمام اليوم الاول من الامتحانات شنو يصير؟ يعني تم تجميع الامتحانات هذه شنو اللي يصير؟ يعني الفتره الامتحانات هذه في مرحله اولى تخرج من مراكز الاختبارات الكتابيه تنقل الى مركز جمع التحرير بالمندوبيه الجهويه للتربيه بالقيروان. طبعا الاعمال هذه كلها بمرافقه امنيه، يتم عمليه الفرز والتدقيق والتثبت في كل المعطيات وغيرها، ثم مباشره بمرافقه امنيه اخرى تنقل الى مراكز الى مركز التجميع اللي هو محدد بطبيعه الحال اللي ننقلوا له من القيروان الى والاصلاح مش توا سعد ولا ينطلق؟ ينطلق يمكن يوم غد المساء وبعد غد راح ينطلق مباشره. واضح، بالتوفيق لكم سعاد الخالدي المندوب الجهوي للتربيه في القيروان. دونك رسميا سعاد الخالدي يقول سجلنا 3 حالات غش في ولاية القيروان، تقريبا ما فماش تأخير خاطر ديما نتقلقوا ساعات تبدا في المناطق الريفية ولا المناطق النائية اللي تفوتوا الكار والا النقل، ساعات فما بعض الاشكاليات الحمد لله ما فماش. اذا كان فما غياب 6600 حكاية مش كبيرة مش كبيرة 6604 اي 6604 دونك سجلنا 3 قادوا 6601 لاباس باهي ان شاء الله بالتوفيق لتلامذة البكالوريا الناس الكل يا ربي. شكرا لك سي حماد البقلوتي. نتمنوا لهم النجاح، نتمنوا النجاح لكل المترشحين وحظ اوفر وان شاء الله
نلتقي يوميا ولا يعني بنشره صغيره عن حاله البكالوريا، اي متابعه لحاله البكالوريا، خاصه انه هو حدث وطني ويهم كل عائله التقليد. اكيد. شكرا لك سي حمادي البقلوطي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشان العام. تحيه كبيره لزميلتنا امنه بوخيت في الاخراج التقني للحصه، سيف بول عريس في الديجيتال، انس الهمامي في ستوندار. تحيه للناس الكل اللي دخلت معنا اليوم في غيكاب ميدي. كنت معكم سهام حمدي مقدم الميكرو من نص نهار حتى لتوا، نتقابلوا ان شاء الله غدوه في غيكاب جديده في لامين. غيكاب ميدي، غيكاب ميدي، متابعه تحاليل ونقاشات معمقه لكل الاحداث في تونس والعالم. يجيكم من الاثنين للجمعة من نص النهار لساعتين على الحياة فام.